مقارنة دائما بين ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا من جانب، وانت حسمتها خلاص لصالح مارادونا، وفي مقارنة أخرى دائما بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وقيل انها حسمت بفوز ليونيل ميسي بكأس العالم، رأيك ايه؟ أعتقد أنهم لاعبين مختلفين، فإن كريستيانو رونالدو من أعظم اللاعبين كرة القدم في زماننا، وأعتقد بأن أنا أرى أنه لا داعي للمقارنة بينه وبين ميسي، لأن ميسي هو أكثر داعما للعب الفريق، أما كريستيانو رونالدو فهو من الهداف من الطراز الأول نظرا لتكوينه الجسماني. فأعتقد أننا لابد أن نصيحتي أن نعتمد أن نستمتع بلعب الاثنين المختلف، لأن أعتقد بلا شك احنا هنبتدي سوف نبتدي نستمتع بلعب كيليان مبابي، وهذا هو عهده، فاعتقد انه هو النجم القادم.